أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا سبحانه وتعالى عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. الله